اهلا بيكم في حلقه جديده من بصراحه. الحقيقه النهارده ضيوفنا مش هقول مختلفين، ولكن مشوارهم الفني مختلف. اول ضيف معانا هو سوبرمان اللي قال انا مش خرنج وبلعب بينج بونج، اثار كثير من الجدل، المطرب ابو الليف. ضيفنا الثاني مرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفنان سعد صغير. سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد سعد يحيى سعد نموت نموت يحيى سعد. ربنا يخليك. لسه جاي متاخر. صباح الخير ناس يا ابن عم ناس يا ولا كده ولا ايه؟ انا عارف كان نفسك تبقى رئيس جمهوريه. اموت واموت. سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد نموت نموت ويحيى سعد نموت نموت ويحيى سعد. ريس يا ابني ريس. نحن السابقون وانتم اللاحقون. ريس افرض كانت قلبت جد، يعني افرض كنت لقيت توكيلات وحاجات وبتاع ولقيت نفسك رئيس الجمهوريه. في فيلم روبن ويليامز كده يعني هزر ولقى نفسه فجأة رئيس جمهورية. عايز اقول لك نفسي، بس اول حاجة عشان ابقى رئيس لازم كنت اجيب كتيبة بقى اللي بيتكلم انجليزي ويتكلم فرنساوي عشان اعرف اتكلم. انا دبلوم صنايعي انت عارفه طبعا. لازم الرئيس يتكلم انجليزي وفرنساوي المفروض. طب احنا رئيسنا بيتكلم انجليزي فرنساوي؟ هو انا شفته بيشاور كده. زي ما قلت مشوارك غريب، يعني ظهرت بلبس غريب وبطريقة غريبة. كنت قاصد؟ أكيد مقصود طبعا. مقصود إنك إيه؟ تلفت النظر؟ صوتك مش كفاية مثلا؟ لا، مطلوب الواحد يدخل بلوك جديد. كويس؟ بس لكن ما كنتش مركز على الفن أكتر. إزاي بقى؟ مركز في كل حاجة اتعملت في الألبوم. عايزين نتفق على حاجة من الأول، وأتمنى إن إنكم يعني تنفذوا لي الطلب ده، إن قعدتنا دي تبقى قعدة صراحة يعني من القلب. إحنا في أيام مفترجة، إحنا في أيام مفترجة كمان. بس ده يبقى صريح. يعني أنا خيبة في الموضوع ده، ده اللي في قلبي برم على طول. لا أو النعم. لو ده بقى صريح هتلاقينا صريح. هيبان يا عم سعد اسمك يا خير. اتفضل صل على النبي. اللي هنا مين فيكم أكبر؟ أنا طبعا. سنا أنت؟ أنا طبعا. ها؟ انت كبيره المقام. لا بس انا مش اكبر منكم فعلا. لا انت اكبر مني. مين فيكم اكبر؟ لا مين فيكم اكبر سنا؟ انا بلاش الشويتين اللي يعني احنا إيه؟ انت اكبر مني. ما بعملش شويتين على فكره، انا هعملهم ثلاثه. استناني بقى، انت مش دخلت. انا ما دخلتش، انا قاعد. انت من وجهه نظرك انا ابو ليف ناجح؟ نجح في حته، وانا اسف في اللفظ، ومش فشل، وفشل وفشل في حته زي ما بيقولوا كده. ايه الحته بقى دي اللي انا فيها؟ اسف يعني فيها هقول لها عشان ابو ليف صاحبي يعني حبيبي. الحته نجح فيها انه عمل البوم كسر الدنيا. الحته اللي هو فشل فيها ان الالبوم ما بيشغلوش لايف ولا افراح. ليه 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 ليه؟ الحمد لله مستوره يا عم، مستوره. ما بنامش من غير عشاء، مستوره زي الفل. لا لا انا بتكلم. اشتغل كام فرح في اليوم يا سعد؟ يعني انا مثلا بعمل مثلا ثلاث افراح مثلا، فضل ربنا، ده فضل ربنا بدعاء الوالدين. ثلاث افراح. ابو الليف بيشتغل كل اسبوع فرح. ليه؟ لا والله انا والله أيوة العظيم حقيقه صح. هو بيتكلم صح. انا قصدي ليه بقى؟ لان ابو الليف صوته حلو، فعمل زي ما بيقولوا كده ايه، شريط للسمع وليس شريط لللايف. يعني انا لما اجي اعمل شريط. طب ليه ما نقولش ان ابو الليف يكون بيدقق في اختياراته وما بيشتغلش اي حاجه؟ في ناس كتير قوي بتقول ان انت بتعمل افلام مبتذله مثلا. احنا بناكل عيش. لا لا بنقدم رساله وفن. لا 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 رساله. لا لا يا سعد. لا يا سعد. لا رسالة. لا ايه؟ هقول لك بس. لا رسالة. ممكن يرد؟ لا. اتفضل حضرتك. رسالة يعني لا. قول لي رسالة. انت مش قول لي الرسالة اللي بتقدمها ايه؟ أنا؟ ازاي بقى؟ يعني اسمع الألبوم بتاعي. يعني ما تخلي العيال تمشي في الشارع تقول أنا مش خرنج، أنا مش خرنج. الرسالة دي. فين الرسالة؟ بحبك يا حمار. ماشي. بحبك يا حمار. والله اطلع في الأفراح أروح أعمل لي الشويتين دول. بس لا بس هو ليه حق. هقول لك. لا لا. هقول لك حاجة. هو ليه حق في حاجة. ان مش اي حاجه تتقدم عشان ابقى انا بعمل افراح. بالظبط. لا لا بس احنا انا متفق ان احنا بناكل عيش. لو هتقدم رساله قول الالبوم. بس بناكل عيش دي يا باشا. ما انت تاكل عيش. بس قدم رساله هادفه عشان انت عملت اللي طالع ده يعرف ان في فن نظيف عندنا في مصر. انت بتقول ان انت عملت في الشريط بتاعك رساله. سمعت حكايه فن نظيف؟ لو سمحت قول لي ايه الرساله.
يعني انا ابني بيصحى من يقول انا مش خروم. ايه مش خروم جديد؟ سعد الصغير دي رساله ثانيه واحده. سعد الصغير بيعمل فن نظيف ولا فن مبتذل؟ يا ست بصراحه يا ست مبتذل. لو سمحت طب سمحت. انا بكلمه لو سمحت سعد من فضلك. هو قال طب هو قال انا باكل عيش بس فني ايه؟ مش رساله. ما بعملش رساله، انا باكل عيش. الراجل معترف. الرساله دي مش شايف ان هي عشان تبقى رساله بجد ما ينفعش تحط فيها الحاجات التجاريه اللي سعد بيعملها بصراحه. هي تحليه تتحط كتحليه للفكره وللموضوع. ليه ليه ام علي تعملها تحلية؟ يعني ايه ام علي تحليه؟ احنا دخلنا في سكه ثانيه خالص. لا لا انت تعملها. انت تعمل الافلام اللي سعد بيعملها لو فيها فكر كويس وفيها. لا زي ما هي كده تعملها. لا بصراحه لا، بصراحه لا. انا اسف، انا كل واحد ورايه يا عمي. أنا الله أنا ليه طب ممكن يا سعد نسمع ليه؟ يعني ايه ليه؟ ليه 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 ما تعملش في افلام سعد الصغير؟ يعني انا مش شايف ان فيها رساله. بس ثقافتك مختلفه، تعليمك مختلف. بص يا سعد بتكلم بجد. الرسالة واقعه من جيبك. ثواني بس يا سعد. بس جيبك ايه؟ لا دلوقتي في مزداد، في مزداد. ثقافتك مختلفه، تعليمك مختلف. مثلا انا كونسير. كونسيري. انا دارس كونسيرفاتوار. كونسيرفاتوار اكاديميه الفنون. انت تعرف الكونسيرفاتوار فين اصلا؟ ايوه في الهرم. جدع سعد. جدع انا حاسس ان انت جاي عليا. انا مش جاي عليك يا عم، انت اللي جاي عليا. قول لي ايه الرساله اللي انت يعني هقول لك مثلا. بص هنتكلم بوضوح. لا اقول لك نفسنا. اسمعني ممكن دي واحده بس. نفسنا طيب. حسن يوسف ايوه عمل الشعراوي. أيوة. وقدم رساله كان بيقولنا بقى الرسول هاجر امتى. ده الراجل ده قدم رساله. انا عايزك بقى تقول لي ايه الرساله اللي انت قدمتها في الشريط. اسمع الشريط انك مش خرنج في بس ما تمسكش في كلمه دي. لا انا ما انت ماسك في حمار. بس انت شايف انت عملت ايه؟ طيب بحبك يا حمار. عملت انا بحبك يا ابن الكلب. العظيم عملت اغنيه بس ما رضيتش انزلها. انا حميتك يا ابن الكلب. لا والله. ده اللي هو مين بقى؟ انا حميتك يا ابن الكلب، انا ربيتك يا ابن الكلب، تروح وتسيبني علشان كلب، كنت هجيب لك كلب انتايا وانت تمليت اللي معايا كده يعني. طب انا عايزه 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 اعرف حاجه. انت مش شايف ان خرونج دي كلمه عيب؟ طب يوسف بيه وهبي قالها ليه في فيلمه؟ والاستاذ عادل امام ملك الكوميديا في العالم العربي كله. ده يا خرونج يا خرونج. انت شبه نفسك بس. اعوذ بالله. طب امال ايه يا عم؟ ده تاريخ وقيمه فنيه الاستاذ عادل امام. بس هو اتكلم في نقطه لا بتكلم في جزئيه الكلمه اللي اتقالت خرونج. وحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه قوي برضو، وهو دارس كونسرفاتوار. انت مش دارس يا سعد صح؟ كونسرفاتوار ايه؟ بجد والله يعني هو خريج معهد موسيقى. لا مش خريج، ما كملتش. ما كملتش؟ انا جاي من عطلة وارث. مانا حضرتك دلوقتي ما كملتش. قعدت ايه سنه يعني؟ لا قعدت سنه ايه؟ ده انا حضرتك اللي بي اللي روح معهد كونسرت فورد ده فاضي مالوش حاجه. ما عندوش شغل. في ماما بتاكله وبابا بياكله. ده ما عندوش شغل والله بكلمك بجد. لا اصل انت مش تمام يعني. ليه يا عمي؟ الحمار والجو ده بنتي. لا ما انت دخلت قلت لي هابط. واحنا بنسجل كده براحتك. لا براحتك. مش انت اللي قلت كده يعني؟ انت خريج كونسرت فورد؟ انا مش خريج، قلت قدام الاستاذ اهو وقدام الناس كلها. انا مش خريج. امال ايه بقى؟ انا دارس في الكونسرت. يعني انت معاك ثانويه عامه؟ ماشي. وانت معاك ثانويه عامه؟ انا طالع من عالي. انت معاك ثانويه عامه؟ انت يعني والله انت ايه؟ ادبي ولا علم؟ لا ادبي. 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 وانت سعد؟ زراعه. ما خدتش الثانويه؟ انا مزارع. عسل. عشان كده بغني الحمار والحيوانات. ما خدتش الثانويه العامه؟ لا معايا دبلوم صنايعي. يا عم انت اللي مزعل. معايا ثانويه عامه. شفتني انت؟ معايا ثانويه عامه حضرتك. لا بجد. ثانوية عام. ايه اللي بجد؟ ثانوية عام. ايه ادبي ولا علم؟ علم. وعلم علم وعلم علم 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 يعني. خلي قلنا بصراحة ثانوية عامة. انت حضرتك دخلتي في قلبي ولا في قلبه حضرتك كده؟ في انا ايش عرفك ان هو درس كونسرفاتوار؟ قال ما كملتش. الراجل صريح جدا قال ما كملتش. ما كملتش. انت بتقولي انا ادبي وعلمي. انا حاسه ان لا يعني. اساليني اسالني حاجه في الادبي. اسالك في الادبي؟ اسالني. تعرف ايه عن الادبي؟ ان انت تكون قاعد مؤدب واحنا قاعدين. بس انت قال انت علمي. اسال علمي. قال علمي دلوقتي. واسالني ولا علمي ولا ادبي. اسالني حاجه في العلوم. ولا علمي ولا ادبي. شويه علمي وشويه ادبي. واحنا مش هنغني البرنامج ده ولا ايه؟ احنا هنطلع فاصل ونرجع نشوف حكايه العلمي والادبي. يا عم انت شايف في ايه ليه؟ بقول لك احنا مش قلنا بصراحه.
بصراحه ايه ينفع انت لا 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 بس لا بص صعب صعب احنا مش قلنا بصراحه لا اهدى لا اهدى عليا قلت فاشل يا عم فاشل لا انا اسف الفشل كان في حته ما قالش ودي فاشل انا فاشل انا كنت معاك بس طب على فكره لا مش قصدي انا اسف والله لا اسف لو قلت لك مش قصدي انا عايز اقول ايه انا ما فشلتش في حاجه الحمد لله انا الحمد لله لا يمكن ما بتشتغلش قده بس طب انا ما انا ما بطلعش انا اسف ده معاه انا بقول سعد معاه ورشه يعني هما اللي منجحينه 90 واحد الله اكبر ربنا هما اللي منجحينه لا طبعا الشغل اللي بيتعمل طبعا كله على بعض انا اسف اذا كنت قلت لك فاشل مش قصدي اسف بينا احنا انا قصدي اقول لك ان انت مش ناجح في برضو لا قابلت اقول لك حاجه ما تزعلش قول يا حبيبي انا قابلتك من حوالي سنتين كده قلت لك لو قابلتك بعد سنتين هتبقى مغرور شويه قلت لي لا خالص مش هبقى مغرور خالص انا حاسه ان الطريقه اللي انت بتقولي لا ادبي ولا ثانويه عامه ولا مش عارفه ايه مش سعد المكمش اللي كان بيتكلم ويقول انا كنت ماشي بجزمه مش عارفه عامله ازاي وما باكلش ايه وبعمل ايه انت خريج ثانويه عامه هو الطريق هو بيكذب فانا اكذب انا ما بكذبش لا بتكذب ابدا حتى بص حضرتك انت هتكلم بصراحه اتكلم بصراحه اقول لك انا شغال ايه وكل حاجه واقول لك حاجه لكن هو بيكذب وبعدين بيتريق على حمار ده موقف والله ما بكذب يا عم اقسم بالله والله ماشي. ما بكذب وانا على فكره زي انا متواضع وعلى فكره ساكن في شبرا برضه علق على الصور اللي هتشوفها نعم ماشي ده تاكسي ده ده بقول لي مش كان شغال سواق تاكسي طب وماله ده وعيب إيه؟ قول طب ما انت قلت لي في برنامج مره طلعنا انا وانت وقلت لي انا اشتغلت سايس بس إيه؟ سايس انت مش قلت كده انا عمري ما اشتغلت سايس خلي بالك انا ابن ناس مش تبقى فاهم طب يا عم كل الناس ولاد ناس انت لا سواق تاكسي قول انت اللي انت عايزه مالكش دعوه انت بيا تاكسي مش ابن ناس ولا انا ماليش دعوه يعني انت سعد ما كنتش سواق تاكسي في يوم خالص لا انا ابويا كان مقدم في قوات مسلحه حضرتك مقدم ولا مؤخر انت صريح مع نفسك اه طبعا الحمد لله انت كنت شغال ايه بقى انا اشتغلت جميع كل ما بس مالكش دعوه بيا انا اكدب انت اللي مزعلك دلوقتي انا بسال سؤال التاكسي ده ما بيفكركوش انتوا الاثنين بحاجه لا اتنين لا فكره هو حضرتك انت لا انا لا انا لا هو ناسي لا انا لا بشتغلش سوا تاكسي انا خالص حضرتك طب الصوره اللي بعدها ايه اي سقف عام ويلكم سقف جميل لمين؟ ممكن هدوء بقى عشان عايز اسمع الراي ده بجد سقف لمين طيب رايك لمين؟ رايك لحظه إيه؟ واحده طب قبل ما تسجلي سقف بتسقف تخلي الناس تسقف لمين اقول لك حاجه بسقف لرئيسي رئيسك انت رئيس مصر كلها لا بص عايز اقول لك حاجه لا انت رايك خليه لنفسك ماشي طبعا قال له اخوان هيبطلوا الفن ودينا بنغني وهيقفلوا الكباريهات شغالين اقفلوا انا مالي الرئيس ده الرئيس ده اطيب رئيس جابته مصر ربنا يخليك هو بيشكر فيك والله والله العظيم بكلمك والله العظيم بيشكر فيك الراجل ده انت شفت رئيس بينزل يجيب لبن وبصمات لو سمحتوا يا جماعه ولا شفت رئيس امام جامع انا عايزه كل واحد يقول وجهه نظره انا مش بتكلم وجهه نظري الراجل ده حد طيب كونه متواضع وينزل انت خايف يا سعد يا ريس ما بتقولش كلمه الحق هو هنقعد نقطع بعضنا يا ريت لا والله خايف يا عم اخاف مين خافش الا من ربنا يا عم ونعمه بالله انت كده خايف طيب بس الطيبه مش حاجه يعني كنا الريس ينزل يجيب حاجه يعني بينزل يجيب يشتري كيلو لبن لاولاده فده حد متواضع قال لك يا رئيس مرسي هيجي وهيبطلوا الفن وادينا شغالين الحمد لله اقسم بالله العظيم انا بحب محمد مرسي تان تارارن تان 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 رايك ايه يا ابو ليفا نعم رايك ايه يعني في الصوره في الصوره او صاحب الصوره الصورة ولا صاحب الصورة عشان الصورة حلوة قوي صاحب الصورة الالوان بتاعتها جامدة جدا صاحب الصورة صاحب الصورة راعي ان ده حط ان ده ابوك بس مش هقول لك كده ايه ده ايه يا عم لا. انت في ايه ابويا ايه ابوك يا عم الله يرحمه اعتبره ابوك لا الله يرحمه ابويا مفيش بعد ابويا ممكن اسمع رايك لا ابويا ولا امي ولا بعد الاب والام ممكن يعرف يلبس بدله زي دي عقب بقى يا عم بقى الله يرحمه بقول لك ايه ما هو جايبها من مالك ومالي اغنيتك بتاعه حرموا الغنى عمال بتهاجم الفن ما ينفع تقول لي منها قول طبعا قول بس سعد هيغني اقول لك حاجه بقول لك والمصحف شبهك بص والمصحف شبهك بيقلب المصحف طب عايزه اسمع حته من الاغنيه عمال بتهاجم الفن عمال بتقول لي حرام والنبي على جنبي اتكني وقوم حنط نفسك نام عمال بتهاجم الفن
عمال بتقول لي حرام، والنبي على جنبي اتكني وقوم حنط نفسك نام. هو العيل لو زنقة مش على مزيكا ينام، ده الغنى في الفن احن والله من اي زمان. ياما ياما الواحد ان ويلاقي دواء في افلام، يا اخوانا خلاص هتجن. قال لك ابو الهون اصنع الله لو ربك من عالواحد بالالهام، الموهبه نمبر وان، ودي مش محتاج علام. لسه امجد راس رام باذن متنغم قام، عمال بتهاجم. يلا 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 برافو. انت سعد، انت ما عندكش ولا اغنيه اقدر يعني، هو مثلا بيقول عمال بتهاجم الفن وبتحرمه الفن وكده، اكيد الرساله دي واضح هي رايحه لمين. طبعا. انت ايه الاغنيه اللي ممكن تكون بتقول منها حاجه للناس او تفيد الناس؟ العنب 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 ترارارا، العنب. يلا سعد احمر. ايوه بجد بجد بجد. انا بقول احلى من كده بقى. ايه بقى؟ قول. حبيبي قال لي بحبك قلت له اتنيل اتنيل. اسمعي بقى الكلام. اسمعي الكلام. علقت قلبي في الغرام وده طلع عيل. يا عيل اه يا عيل اه يا عيل حلو حاجه برضو. ادي سعد الصغير واللي بيقدمه والرساله اللي بيقدمها. صحيح يا جماعه. قبل ما اروح الفاصل انا بكررها مره اخيره عشان جمهورك مش عشاني. ايوه. هل انت عندك اغنيه واحده عملتها عشان تقول المصريين حاجه او عشان تنصح حد بحاجه او يبقى عندك رساله؟ طبعا. ولا كله راس في راس؟ لا، في رساله ان شاء الله. ايه؟ بعد الفاصل اغني لك. مفيش. ها، في ورا التلفزيون. ورا التلفزيون. طب قبل الفاصل نشوف اخر صوره. هو ده اللي بيقدمه سعد الصغير. نروح الفاصل ونرجع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بجد ما بحبش الحمار بجد. هتزعل مني هشيلها لك في المونتاج، بس بجد تعرف ان انت صديقي، لكن بجد دي وصمة عار بجد. يعني سايب كل اللي احنا فيه ده ومصر و 30 يونيو وخمسة مش عارفة ايه وحمار صعبة. يعني ما تغني بني ادمين، كلنا ال 80 مليون مش عاجبينك بتغني الحمار. زعلش يا سعد بجد. طب والله عايزه مصلحته، نفسي مره يعمل اغنيه يعني تفيد الناس. هل حضرتك تم الحكم عليك في قضيه بوصل امانه ب 10,000 جنيه حبس؟ لا بتكلم جد يا جماعه. انت بتتكلمي جد؟ اه والله. هو الموضوع كله كان بيني وبين شركه ميلودي، كنت ماضي على 10,000 جنيه اللي خدتهم قيمه البوم كينج كونج ابو الليف، وكان ممضيني ان انا استلمت 10,000 جنيه على الالبوم بتاع ابو الليف كينج كونج. اتحكم عليك بالحبس؟ ما اتحكمش، لا ده انا رديت له ال 10,000 جنيه اللي انا اخدتهم منه مقابل انتاج الالبوم اللي انا عامله. لكن ده بعد ما تم الحكم عليك بالحبس. بقول لك يا استاذ، انا اللي خرجته. هو اللي دفع ال 10,000 جنيه سعد. اه، اي خدمه يابا بصيتك. كان شاري ثلاجه قسط. خش بالموضوع. عايزه في اخر الحلقه كل واحد فيكم بصراحه شديده جدا بجد يقول للتاني ايه الحاجه اللي شايف ان هو لازم يغيرها. الالبوم اللي جاي بفضل ربنا يعمل اغنيه، عارفه اللي هو ايه، حد يعني حد مثلا يقول العروسه مش عارف ايه. فرقه زيك 90. لا 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 لا، هو ستايل اللهم صل على النبي، وراجل صوت. هو بيعتمد على صوته. كل مطرب فينا، ده اللي كنت بقوله لك بقى، كل مطرب فينا بيعتمد على حاجه عشان بناكل عيش. ابو ليف بيعتمد على صوته. انا ممكن معايا فرقه استعراضيه. يعمل ايه؟ ايه النصيحه؟ ان هو يعمل اغنيه لايف.
لايف يعني مثلا لايف انت اجمل ولي. انت اجمل زي هتجوز يعني ايوه حاجه كده يعني. دي بس اللي ناقصه في الليف. ايه النصيحه يعني لا, لا بس انت لسه ما خلصتش. لو ما عملتش كده يرجع ركز في السواقه واشتغل سواق تاكسي. طب وماله ده شرف يعني. ايه النصيحه اللي تقدمها للفنان؟ قول يا عم نصايح حلوه خلاص. هقول لك يا حبيبي اغير الشيرت ولا كده. اقول انصحك في النصيحه الحلوه ان شاء الله. الالبوم الجديد اللي انت بتعمله من قلبك. انا عايزك نصيحه من قلبك من قلبك خلاص. النصيحه اللي اقولها لك ان انت الالبوم الجديد ان شاء الله اللي انت بتعمله باذن الله ربنا يكرمك فيه وتقدم بجد فن محترم. الصغير والكبير يعني اللي انا قدمته. لا يا حبيبي لا لا ما انت خلاص بقى انت عملت سعد الصغير. انت عملت سعد الصغير. اعمل حاجه هادفه بعد اذنك. يعني انت بتعمل فن مش هادف. مش بلاش شريط. اعمل اغنيه هادفه. وانا برضو وانا عند قولي بقول لاي فنان في ناس قدمت رساله وانا عارفهم. لا انت قدمت رساله. لا يا راجل ولا انا قدمت رساله. لو احنا اتغيرنا في طريقه ان احنا بنسمع وجهه نظر بعض طبعا مش الطريقه اللي شفناها دي وسمعنا بهدوء وانصتنا لبعض يعني ايه اللي شفناه؟ ما كناش وصلنا اللي احنا كنا فيه يعني ده عشان كده عملنا مقلب في ابو الليف حبيب قلبي سقف سقف فوق 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 ده مقلب ده مقلب جننا المجانين مقلب ده بجد سمعنا ايه يلا يلا صغير معانا طبعا في البرنامج يا ابن اللعيبه سواق تاكس يا محششات يا سواق تاكس كنا بنقول بس لو كنا نقدر نسمع بعض حتى لو احنا مختلفين يا نهار ابيض ده مقلب بجد ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي في البلد كل سنه وانتم طيبين